الجولة العاشرة من دورينا هنا على ملعب الجميل. وحيتصدمكم اللاعبين من جانب لاعبي فريق الخمس. عبلو عرضية داخل منطقة الجزاء، راسية من والو لمرمى الحارس احمد عياد، امامنا الاعادة وامامنا راسية والو الى خارج ارضية الملعب. ركلة مرمى تنفذ سريعا بعودة الكرة سيدي بي. اكثر الفريقين تعادلا في هذه المجموعة، فريق المدينة وكذلك فريق الخمس. تسديد الكرة من طارق الصيد ولكن بجوار القائم الايمن لمرمى الحارس احمد عياد. تسديد طارق الصيد عم تأتي بالجديد امام الاعادة، وكيف كانت تسديدة من متوسط ميدان فريق الخمس طارق الصيد، ولكن تسديدته كانت بجوار القائم الايمن في تنفيذها محمد ابو سته. وكذلك لوكاس موجود بجانبه، لوكاس اللاعب البرازيلي صاحب رقم 10. بو سته عرضيه بالقدم اليسرى من بو سته وخروج الفيتوري في المره الاولى، يبعدها والو، يبعدها لعباني قيتور الفريق من الخط المرمى الى خارج ارضيه الملعب. ضغط متواصل من الازرق على مرمى الاسود والابيض، امامنا خروج الخاتم من احمد الفيتوري، ولكن كما يعرف الجميع في لغة كرة القدم الشوط اللاعبين والتوجيهات اللي قبل المباراة، أما الشوط الثاني شوط المدربين يعرف كل صغيرة وكبيرة داخل أرضية الملعب. أعبلوا في تنفيذ الخطأ، رأسية من يعقوب ويبعدها في آخر لحظة أحمد عياد إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية لمصلحة المدينة على يسار أحمد عياد. بعدها احمد عياد في المره الاخيره استدل بالعارضه ومن ثم احمد عياد. عبلو في دنفيديا عرضيه داخل منطقه الجزاء تمر من الجميع الى خارج ارضيه الملعب. تعود لدوفال، دوفال يمرر ناحيه من؟ ناحيه عبلو، يفتك الكره، عبلو تسديد الكره لكن تبعد، تبعد ولا اروع، ولا اروع من احمد عياد، تسديده رائعه ولا اروع، تصدي ممتاز اليوم يتالق احمد عياد للمره الثانيه بعد تسديده وسام البيدوي في الشوط الاول. مهمه تسديده عبلو، جميله التسديده والاجمل من احمد عياد حارس مرمى فريق الحمص. يتالق عياد وينقذ فريقه من هدف ثاني محقق خاطر لمصلحه الخمس. طارق الصيد بو سته في تنفيذه، بو سته عرضيه داخل منطقه الجزاء تبعد من محمود والو. تعود لمصلحة المدينة، هجمة عكسية لغميمي، يمتلك لغميمي أول معصم اللافي، المعصم اللافي داخل منطقة الجزاء، كيف ضاعت من المعصم اللافي، انفراد تام بأحمد عياد، استغراب تام أمام الإعادة وأمام كيف سندها بعيدة كل البعد عن أحمد عياد. أنور مخلوف وكذلك دوفال وعلي عبد القادر، الأقرب دوفال، علي عبد القادر تصطد بحيث الصد وتعود لمصلحة المدينة. لازالت عن طريق علي عبد القادر. وفي هذه الاونه مشاهدينا الكرام يعلن عبد الباسط شعوب عن نهايه الشوط الثاني واللقاء بالتعادل السلبي.